الندوة النهاردة هي برعاية كريمة من السيد وزير الداخلية تحت عنوان معا لتقدير المرأة المصرية. الندوة النهاردة هي تتويج لجهود الوزارة أو مبادرات اللي عملتها الوزارة خلال عام 2017 اللي أعلنه السيد رئيس الجمهورية هو عام للمرأة المصرية. قدمنا مبادرات كثيرة جدا لرعاية المرأة ولتقديرها منذ بداية العام وحتى النهاردة تتويج لمجهودات الوزارة في رعاية المرأة المصرية. يتم تقدير المرأة بمراعاة حقوقها وان تتولى المناصب اللي تستحقها، ان احنا نوليها اكثر قدر اكبر من الثقه والاهتمام، ان احنا نقدر تضحياتها اللي بتقدمها في المجتمع، بنظر دور الشرطه النسائيه في كافه المجالات اللي هي بتساهم فيها في المجال الامني وفي مجال المجتمع. الندوه بتلقي الضوء على دور المراه المصريه بصفه عامه في المجتمع ودور الشرطه النسائيه او العنصر النسائي داخل وزاره الداخليه، ازاي الناس تقدر تتواصل معانا، ازاي السيده تقدر او الفتاه او البنت اذا تعرضت لمشكله تقدر تروح لمين، تتكلم مع مين، احنا كوزاره الداخليه بنقدم لها ايه. قايمين بدور كبير قوي الحقيقه لتطوير الناس وتدريب الناس اللي قاعده في السجون، النواحي الانسانيه، ان لو المساجين عندها طفل او اطفال ازاي. عاملين كمان برنامج جميل قوي اسمه الهم الشمل، ساعات بيبقى الزوج والزوجه مسجونين والاولاد ما بيشوفوهمش. لفتت نظري هو الضابطات بزيهم الرائع وان هم موجودين في كل قطاعات الشرطه، دي حاجه فرحتني انا شخصيا، لانه الست او الضابطه المصريه لما بنمشي بره مثلا في اوروبا او كده ونلاقي ضابطات اجانب ونقول يا سلام، ده الستات هناك يعني زيها زي الراجل، لا هنا كمان. يعني انا شايفه الحقيقه صوره مشرفه للمراه المصريه جوه جهاز الشرطه كمان. لقد كان للمراه المصريه دورا بارزا في المجتمع منذ ان شرع اجدادنا في بناء الحضاره الانسانيه، فكانت الزوجه المصريه ظهيره لزوجها في البناء ومعلمه للفضيله عند الابناء ومصدرا للحكمه عند الاحفاد.